نسمعوا هذا المخلوق هذا وردوا عليه في زوج كلمات برك. هذا ميساج للجالية الجزائرية وللشعب الجزائري، في 5 جويلية لازم نزعزعوها ونزلزلوها بالعالم الجزائري، ماشي كيما اللي دعا هذاك سقناب ولا ما على باليش واسمه، ديجا اسمه ما فهمتش على سما روحو هكذايا، دعا الناس باللي تلبس الكحل ودير بوندا كحله باللي ما راهيش راضيه على النظام، واش دخل النظام في العيد الوطني؟ واش بيك خويا العزيز؟ راك تتمادى في الخيانه، راك تتمادى، حرقت كاردي بونديتي، سبيت رئيس الجمهوريه وزدت دنيت لسان جوي، خويا العزيز نسيت بلي انت جزائري، نسيت بلي البلاد هذه اللي قراتك، البلاد هذه اللي عيشت لك والديك وعشت فيها انت حتى هربت البلاد الناس باش وليت تقطع في بلادك وتدنى الرموز للوطن، على بالنا باش تبين العماله للدولة اللي راك عايش فيها باش تبين لهم بلي راك كونتر النظام باش تعيش لاباس بيه. حيرني هذا الانسان والله، بعثوا لي قبل شهور التصويره تاعو، قالوا لي هذا راهو مريض وكذا، وانا نديروا له في حمله تاع تبرعات وكذلك ندعوا له، اللي ما عندوش دراهم يدعي له. والله كنت من الناس اللي شاركوا في الحمله وتواصلت مع ابي، يعني انت يا لو كان جات بلادك بلاد لو كان راك ما رحتش تعالج في تركيا بدراهم الناس، يعني الناس داروا لك حمله باش رحت تداوي، يعني لو كان جات بلادك بلاد لو كان راك رحت داويت في مستشفيات بلادك. هذو لعبك الجزائريين اللي عايشين في الغربه سواء حراقه ولا بكوارطهم، واحد ما يحتاج انه يديروا له حمله ولا يتبرعوا له باش يروح يداوي، ولا حراق يداووه هنايا يداووه، 60 سنه استقلال ما عندكش مستشفى باش تعالج فيه المرض تاعك، روح داويت في تركيا بعيد على اهلك وناسك، وماناش نستشفوا في المرض ولا نستشفوا في الموت، لانه المرض والموت حق هذه على كل انسان. الحاجه الثانيه، علاش راك دير في الدراما؟ ما فهمتش، موسيقى وكذا وزعما شغل جاي شغل حاب تبكي. انا كي نهضر عمري ما درت موسيقى في فيديوهاتي، انا ما نديرش السيستم تاع النظام، نذكر الناس بالثوره والاستقلال ومنا. ليس الفتى من يقول كان ابي، بل الفتى من يقولها انا. يعني انت يا واش قدمت للجزائر؟ المجاهدين والثوره ومن هذو بارك الله فيهم، افضوا الى ما قدموا، راهم عند ربي خلاص، راه بداوا الاجر تاعهم. انت ماذا قدمت لبلدك انت والمسؤولين اللي راك تدافع عليهم؟ جاي زعما رفد علام تاع الجزائر، كاش واحد ما يحبش الجزائر؟ كاع نحبوا الجزائر. انا يا اسمي اللي راك تستهزى به سقلاب، على بالك باللي مسميين علينا منطقه في الشرق الجزائري جبال والساحل مسمي على لافامي سقلاب، على عائله سقلاب. روح ابحث على عائلتي تعرفني شكون انايا. الحاجه الثالثه، كاين 15 وزير في امريكا، في بلادك عندك 40 وزير، 40 وزير كلامهم كله حبر على ورق، سنفعل وسنفعل وسنقدم وسنقدم، ما عندهمش ارقام. على بالك باللي في الدول اللي تحترم نفسها الحكومات يمدوا ارقام، سنحقق 60 كذا، سنحقق 6000 كذا، سنحقق 1000 من كذا، يعني يمدوا ارقام في البطاله، في السكن، في الاقتصاد، في التصدير، في الاستيراد، اي حاجه يمدوا ارقام. برنامج مسطر لازم قبل ما تنتهي العهده يلحقوا له هذوك الارقام يلحقوا لهم. اما انت يا الدوله تاعك عندها 40 وزير يمدوا فقط شعارات، سنفعل وسنفعل وسنفعل، بصح ما عندهم حتى خطه، ما عندهم والو. احنا رانا ننتقدوا في البشر، ماناش نسبوا في بلادنا ولا رانا نديروا في العماله لاي دوله، افهموا شويه، المعارضه راهي ماهيش خيانه. انتم حبيتوا ترجعوا لنا البلاد امبراطوريه وملكيه، اللي ينتقد موظفين افهم انت السيد، انت راك سيد في بلادك، انتوما علاه عبيد؟ ما فهمتش علاه تفكروا تفكير العبيد. اي واحد يطالب بتنميه ولا يطالب بانه بلاده تكون بلاد فيها كرامه فيها عيش كريم ترجعوه عميل وخائن وشكوبي ومانيش عارف وشنو. وقت تثقفوا شويه يولي عندكم ثقافه الانتقاد، ثقافة الانتقاد عمرها ما كانت عمالة، والمعارضة موجودة في كبار دول العالم، وكبار دول العالم ما سقطت ما صرالها والو. يعني هذا تبون وهذا شنقريحة مجرد موظفين عند الشعب، راهم خالصين باش يخدموا. وعليه اللي يهضر في تبون وشنقريحة تبداو تغلطوا في الناس، تبداو تقولوا هذا راهو خائن للجزائر، واش دخل الجزائر في الوسط؟ انا راني نهضر على تبون وشنقريحة، لو كان يروح تبون وشنقريحة ويجي انسان خدام، اسكو انا نقعد نعطاكي فيه؟ ما نعطاكيش، باسكو حنايا الهدف تاعنا اننا نشوفوا بلادنا في هرم السلطة تاعها انسان خدام يخدم. يما كان حتى واحد رب في الجزائر، كاين بشر عاديين يدخلوا التواليت كيما انت كيما انايا، يصيبون ويخطئون، واذا اخطاوا حنا نصوبوهم ونوروا لهم الصواب. ترجعتوا لنا، الهتوا الناس، مادام كاين العبيد امثالك والله ما نشوفوا الحريه صراحه.